تقرير أمريكي يكشف امتلاك الجيش الجزائري لأربعة أسلحة ومنظومات دفاع الأكثر رعباً في العالم. وجاء في التقرير أن الجيش الجزائري أضحى يمتلك مجموعة لا يستهان بها من أقوى وأخطر أنواع الأسلحة التي مكنته من تعزيز مكانته كأحد أهم وأقوى القوات المسلحة في المنطقة والعالم. وحسب ما ذكرت مجلة ميليتاري ووتش العسكرية الأمريكية أن الجزائر تمتلك أقوى منظومة صواريخ في العالم وإفريقيا، وهي منظومة صواريخ إسكندر المرعبة. إسكندر يعتبر أقوى صاروخ باليستي تكتيكي في العالم، ولم تصدره روسيا إلا للجزائر وأرمينيا، حيث يبلغ مدى الصاروخ إلى 500 كيلومتر، ويقيمه العسكريون في مختلف البلدان عالياً لسرعته الفائقة ودقته العالية وقدرته على المناورة ومسار تحليقه الذي من الصعب التنبؤ به واستحالة اعتراضه. أسراب مقاتلات سوخوي وميغ النفاثة. وأدرج التقرير أن الجيش الجزائري مصنف كأهم وأقوى القوات المسلحة المستخدمة للطائرات الحربية النفاثة بمختلف طرازاتها وفئاتها، وأن الجيش الجزائري جاء في صدارة الترتيب إفريقياً بالنسبة لعدد المقاتلات النفاثة القاذفات من الفئة المتطورة ذات الميزات القتالية الفريدة والتكنولوجيات العالية بما فيها السرعة في الأداء والفعالية في المناورة. منظومة صواريخ S-400 الفتاكة كما كشف التقرير حيازة الجزائر لأقوى منظومة دفاع جوي في العالم، والمتمثلة في منظومة صواريخ S-400 الروسية التي بيعت فقط للجيش الجزائري ونظيره الأرميني، والذي يعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الأكثر تقدماً في العالم، ويمكنه تتبع حوالي 300 هدف ومدى يصل حتى 600 كيلومتر. أسلحة الحرب الإلكترونية. كما تعزز الجيش الجزائري بمنظومة صينية متطورة للحرب الإلكترونية إلى جانب منظومته الروسية من هذا النوع وفق ما نقله موقع عسكري متخصص. ومن مميزات هذه المنظومة الجديدة بحسب ذات المصدر كشف رادارات العدو لمسافة 600 كيلومتر وتحديد المواقع وتصنيف تحركات العدو على هذه المسافات وحماية الرادارات والأنظمة المضادة للطائرات من الصواريخ المضادة للإشعاع وامتلاك الجيش الجزائري لأسطول من 60 نوعاً مختلفاً من الطائرات بدون طيار مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات وقنابل موجهة. ويحتل الجيش الجزائري المركز الثاني أفريقياً والثالث عربياً من حيث مؤشر قوة الجيوش. ولا تنسى دعمنا لنواصل معكم نشر المزيد إن شاء الله.